المناهج صالحة للدراسة، لكن بعد بداية العام الدراسي فكيف تقرأ وكيف تنظر إلى هذا؟ طبعا هذا يعني خبر مبشر من ناحية أنت تعرف الكلفة الاقتصادية الباهظة التي تطلبتها طباعة هذه المناهج، وأنت تعلم كيف أن سيد وزير التربية المنصرف محمد الأمين التوم ومدير المناهج الجراي كيف عايتهم الحيلة فأن يحصلوا على تمويل اللائين لطباعة هذه المناهج. وكان واضحا تماما أن الذي أثار الجدل كله هو كتاب تاريخ الصف السادس، الصورة بتاعت مايكل أنجلو، هذه صورة خلق الإنسان وصورة التي قالوا أنها جسدت الذات الإلهية، كان هذا هو مصدر الخلاف. وطبعا بالتأكيد ما كان ينبغي أصلا للجراي أن يدخل الناس في لجة خلاف مثل هذه، وإذا كان الناس قد رفضوا حتى في القرب وخرجت المظاهرات لأجل صورة تسيء للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالك بصورة تسيء وتصور الذات الإلهية. هذه طبعا هذه هي الملاحظة. على أي حال الآن يعني مما يسلج السطر أن هذه اللجنة التي كلفت بالمراعي المراجعة قالت أن مجرد ملاحظات بسيطة وبالتركيز على سحب كتاب الصف السادس. نعم، بعض المراقبين فسروا الخطوة بالإسعافية للخروج من مأزق عدم اكتمال طباعة المنهج الجديد وظهور ملامح فشل العام الدراسي، كيف ترد على هذه الادعاءات؟ هو طبعا اصلا العام الدراسي الان تحيط به جواب مجمل الاسباب قد تؤدي لفشل. انت تعلم العام الدراسي تاخر كثيرا، انت تعلم انه ما زالت هناك ازمه اقتصاديه، انت تعلم ان ازمه المواصلات ما تزال ماسله، انت تعلم ان ازمه الوجبه ما زالت موجوده، انت تعلم ان الطلاب قد احتاروا ما بين منهج قديم تم القاؤه وما بين منهج جديد تم الاختلاف عليه. ومن ثم فان هذا العام ليس ككل الاعوام، واضرب لك مثالا، أحدهم كان يحدث أن طلاب الشهادة السودانية امتحنوا في العام 2019، لا درسوا في العام 2019 وامتحنوا في العام 2020 وظهرت النتيجة في العام 2021 وسيدخلون الجامعات في العام 2022، أربع سنوات. أربعة ومن. نعم كثيرة طبعا. نعم. طيب ماذا تفعل الدولة بالمنهج الجديد وخاصة كتاب التاريخ المثير للجدل؟ أنا التقدير طبعا إذا كان أصلا تمت طباعته تكلفته طبعا يمكن مجرد هناك منهج الأستاذ يحدد فيه أو دليل ومرشد الأستاذ المعلم يحدد فيه ما هي المقررات التي ينبغي تدرسها للطلاب، ومن ثم فإنه يمكن أن يدرس مع تجاوز هذه المادة التي احتوت على صورة مايكل أنجلو تفادي لأي خسارات على الاقتصاد السوداني.